أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بماذا يحصل شكر النعم؟ هل هو بالقول أو العمل أو القول والعمل؟ ثلاثة أشياء، لا بد من الثلاثة: القول باللسان، والاعتقاد بالقلب، والعمل بالنعم، بأن تصرف في طاعة الله ومرضاته ولا تصرف في معصيته. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.